ذوي الهمم ونجاحاتهم المختلفة في كافة المجالات الحقيقة بيبهرونا بها يوم بعد يوم. من أيام مجموعة من طلابنا من ذوي الهمم حققوا فوز ناجح في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية والتكنولوجيا واللي استضافتها الأكاديمية العسكرية، واستمرت لعدد من الأيام بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجيا في مختلف دول العالم. خلينا نشوف يعني تفاصيل المسابقة دي، ازاي شاركوا ذوي الهمم، ازاي فازوا داخل الأكاديمية العسكرية. بصحبتنا الدكتورة منى طمان، المحاضر والاستشاري الدولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. صباح الخير عليك يا دكتورة. بعد التحية، يعني بالتأكيد في تفاصيل وكواليس كتير عن مشاركة ولادنا من ذوي الهمم في هذه المسابقة. ازاي شاركوا داخل الأكاديمية العسكرية، وازاي يعني كتب ليهم الفوز في تفاصيل هذه المسابقة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. هي مسابقة كلية الدفاع الجوي آيزك 2024، وهي مسابقة بتقام بالابتكارات في العلوم والهندسة والتكنولوجيا. بداية يعني بدأت إن أنا أدرب طلبة دول، طلبة ذوي الهمم بالتحديد، في مجال البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبعد كده عند بداية التقديم للمسابقة تواصل معنا سيادة العميد الدكتور حامد شوقي بأن هم فتحوا مجال لذوي الهمم، ودي أول مرة تحصل أعتقد يعني على مستوى دولي أن ذوي الهمم يشاركوا في المسابقات العلمية والتكنولوجية، لأن وخاصة من ذوي الهمم ذوي القدرات الذهنية. وفي الحقيقة هم أثبتوا للعالم كله ان هم يقدروا ينجحوا ويخوضوا في مجال التكنولوجي، ويقدموا مشاريع ويقدموا ابتكارات ويدخلوا في مجال البرمجه. وبصراحه كان دورهم واضح في المعرض اي تي سي المقام في الكليه العسكريه. يعني ناس كتير او زوار المعرض كانوا بيمروا ويشوفوا مشاريعهم، كانوا بصراحه يعني مش متوقعين هذه النتيجة من أبنائنا. طيب دكتورة منى، معروف أن ذوي الهمم بعض الفئات فيهم أو بعض الحالات بتكون متفوقة في العمليات الرياضية والحسابية، هل ده شق آخر؟ التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي، هل ده كمان بقى مجال للتفوق؟ بالضبط. لا، هو شق آخر ومختلف، لأن البرمجة عبارة عن أن أنا محتاجين يفكروا، لازم يفكر عشان يحل مثلا كود معين، عشان يعمل يمشي ستيب معينه، فلازم تفكير. ولكن هنا هم يقدروا يفكروا ويستوعبوا، ولكن بطريقه معينه، يعني لهم طريقه معينه في توصيل المعلومه عشان يقدروا يدونا النتيجه او يوصلوا للحل. طب كلمينا عن ابرز المشاركات، يعني عملوا ايه تحديدا؟ يعني هل كان لهم تطبيقات، سوليوشنز، حلول، يعني ايه اللي عملوه؟ هم شاركوا بحاجات مختلفة. يعني في فاضل محمد سمير صمم موقع إلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لذوي الهمم. يعني قال أنا هصمم الموقع يخدم ذوي الهمم، وسماه قادرين باختلاف، بحيث أي حد من ذوي الهمم يقدر يدخل عظيم الموقع ويشوف إيه الخدمات اللي الدولة تقدمها لهم، الرياضيات أو الأنشطة التدريبية اللي يقدروا يدخلوها في كل المجالات. ده في كمان محمد صلاح صمم مدينة خضراء ذكية بخاصية الواقع المعزز، ده طبعا أحدث حاجة في تقنيات ريل استيت، هو صمم مدينة متكاملة خضراء وفيها إنترنت الأشياء بخاصية الواقع المعزز. في محمد باسم صمم وبرمج بالبرمجة لعبة تعليمية للغة الإشارة، بحيث إن إحنا كلنا أو الناس العادية تقدر تتعلم لغة الإشارة عن طريق لعبة، ودي طبعا من أحدث تقنيات التعليم. وفي نفس الوقت الصم والبكم يقدروا يتعلموا الأحرف من خلال هذه اللعبة. يعني اللعبة دي تفيد الصم والبكم، وكمان تفيد الناس النورمال انهم يتعلموا لغة الإشارة. كريم وياسين صمموا روبوت، الروبوت الذكي أو المساعد الذكي، إن هو بيقدر يكتشف الغازات الضارة في الجو ويدي إنذار، كمان يقدر إن هو يساعد الناس الكبار السن ما تقدرش تتحرك عن طريق الأرض. فدي الابتكارات اللي هم شاركوا بيها وتأهلوا للنهائيات في مسابقة آيزك، المسابقة العلوم والهندسة والتكنولوجيا. حاجة تفرح بصراحة، هم قادرون باختلاف فعليا يعني. لكن ازاي هنقدر نبني على اللي جاي؟
ازاي الابحاث دي او القدرات الخاصه بذوي الهمم في مصر نقدر ان احنا نبني عليها حسب احتياجاتنا في داخل مصر؟ يعني بصراحة موضوع ان هم يشاركوا في مجال التكنولوجي والتطور هو ليهم الحق، لان ده هيفتح لهم مجال وفرص عمل كتير، ودي كانت مشكلة بتعملهم. فيعني انا مش شايفة اي مشكلة، يعني ما شاء الله كده ما عندهمش مشكلة. بالضبط، هو ده اللي اثبتوه. وفي مجاميع تانية برضه بتتدرب ايضا، بتشترك في البرمجة وبتشتغل وبتطلع مشاريع، فبالتالي النقطة دي ما فيهوش اي مشكلة بتقابلهم فيها. فاحنا محتاجين ان احنا نتكاتف كلنا، ويبقى لهم يعني مجالات ان هم يشتغلوا في هذا المجال، وان هم يتعلموا اكتر. هم يقدروا، واثبتوا بهذه المشاريع ان هم يقدروا يدخلوا في مجال التكنولوجي ونحصل منهم على ابتكارات في هذا المجال. كلمينا عن اعمارهم، كانت عامله ازاي، وهل كان في يعني عدد من اقاربهم، ذويهم، اسرهم؟ أعمارهم يعني في بيتفاوت من مثلا 14 سنة ل 25 سنة. جميل، يعني هم اشتركوا مع أطفال وفي كبار. هو كان المعرض مخصص لطلبة الكليات العسكرية وهم اشتركوا معاهم، يعني أنا شايف 14 ده أكيد سن أقل. لا، هي مسابقة آيزك اللي منظمها كلية الدفاع الجوي. تمام. وكان المعرض مقام في الكلية العسكرية لطلبة المدارس وطلبة الجامعات والمشاريع الابتكارات العلميه في الهندسه. جميل جميل. فطبعا كان الطلبه المشاركين في المعرض طلبه كليات الهندسه، طلبه كليات الحاسبات، وطلبه المدارس ايضا كانوا مشاركين في هذا. طب طلبه المدارس ازاي تنمى عندهم فكره الذكاء الاصطناعي او الابتكار؟ هل ده من ذويهم، يعني اهتموا بيهم مثلا في اماكن مختلفه، ولا المدارس وطبيعتها اكتشفت ده ونمته؟ هو في اغلب المتقدمين كانت مدارس ستيم او الطلبه اللي اشتغلوا على نفسهم في مجال التكنولوجي، يعني طوروا نفسهم. طيب جميل، لان طلبه الهندسه خلاص معروف ان هو طالب هندسه وخد المواد العلميه المؤهله لتفكيره ان هو يقدر يبني عليه، لكن الملفت هو كان الحقيقه سن المدرسه. مدارس ستيم شاركوا بكذا مشروع، وايضا الطلبه، لان الدوله موفره ايضا مبادرات في تعليم البرمجة، يعني أجبال مصر لتعليم البرمجة. والآن طبعا الأطفال بدأوا من 7 سنين إن هم يتعلموا في مجال البرمجة. طب هل نقدر يا دكتورة نقول إن في يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدر تحسن من دخول يعني ذوي الهمم؟ أنت عارفة طبعا خاصية الدمج اللي الوزارة التربية والتعليم عاملاه، ان هم يشاركوا بشكل اكتر يعني في كل المسابقات الخاصه بهذا الامر، ان هم يبقوا فعلا ادوات فاعله في المجتمع بعد تخرجهم. هم طبعا ادوات فاعله، ولكن ان هو يعني يحسن من قدراتهم الاجتماعيه زي ما بنقول. صحيح فعلا، ادوات الذكاء الاصطناعي سهلت تعلم التكنولوجي والبرمجه لذوي الهمم. يعني مثلا على سبيل المثال الروبوت اللي صممه ياسين وكريم، فعمليه البرمجه فيها هو ما كتبوش سكريبت برمجه كويس. عشان نكون منطقيين، لكن البرمجه فيه عباره عن بلوك ادراء، يعني سحب وافلات، فهو بيركب البلوك فيظهر كلعب البازل، ففي النهايه يدي الاوامر للروبوت بهذه الطريقه عن طريق البلوك والسحب والافلات. ايضا مثلا فاضل الموقع اللي صممه باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، فاصبحت ادوات الذكاء، لكن محمد باسم لا برمجه. فهم قدراتهم نقدر بادوات الذكاء الاصطناعي هتسهل لهم كثير جدا في دخول هذا المجال. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الدكتوره منى طمان، المحاضر والاستشاري الدولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.